بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران يوجد هذا المتحف الثمين، تبعد أبوابه 11 كيلومتراً عن طهران على طريق مدينة كرج، وقد تم افتتاحه في الأول من آبان عام 1400 بالتوقيت الشمسي الموافق للثالث والعشرين من أكتوبر 2021 للميلاد. إنه متحف السيارات التاريخية، وفيه تجسيد لقرابة 100 عام من تاريخ البلاد. تم هذا العام 2021 ترميم المبنى وإعادة تأهيله، وعرضت السيارات والعربات والدراجات لإفساح المجال أمام عشاق التراث للمشاهدة. بدأ متحف السيارات القديمة في إيران عمله لأول مرة عام 2003، وكان يحتوي على سيارات أحضرت للبلاد قبل الثورة الإسلامية. والآن وبعد سنوات حيث أجريت بعض التعديلات على الآليات الموجودة فيه، أعيد تدشينه وعرضت فيه السيارات والدراجات بطريقة مميزة. تعطينا معلومات عامة عن المتحف، إمتى تم افتتاحه وشو أنواع السيارات الموجودة فيه؟ أهلا بكم في متحف السيارات القديمة في طهران. يحتوي هذا المتحف على 4 صالات لعرض السيارات القديمة لزوار المتحف. في ال4 صالات يوجد هناك سيارات ثمينة ومميزة جدا. في الصالة الأولى نشهد السيارة روز رايز سيلفر جولز، والتي تعود إلى أحمد شاه القاجاري، يتم عرضها لكي يشاهدها الناس وبعض القاجاريين. تم استخدامها في عصر البهلوي الأول والثاني، واليوم يتم عرضها في المتحف للزوار. هذه السيارة هي أولى إنتاجات شركة روز رايز للسيارات، تم صناعتها في عام 1922 للميلاد. السيارة المميزة الأخرى التي يتم عرضها سيارة بي إس أورو، والتي كانت تستخدم من قبل الشاه البهلوي الأول. تم صناعة هذه السيارة في أمريكا. كل الزخرفة التي تشاهدونها على هذه السيارة هي مطلية بالذهب. سيارة ثمينة جدا، وتم ابتياع هذه السيارة في ذلك الزمن ب$30,000. والملفت أنه عندما تم شراء هذه السيارة ب$30,000 كانت ميزانية إيران بشكل كامل $240,000، أي أنه تم تخصيص ثمن ميزانية البلاد لشراء هذه السيارة. أسس المتحف بميزانية بلغت أكثر من 4 ملايين دولار على مساحة 11,000 متر مربع، وهو كنز من السيارات القديمة التي تم جمعها هنا. هذه هي الصالة الثانية. الملفت والمميز بها وأكثر ما يشد انتباه الوافدين للمكان هي سيارة من الفئة النادرة جداً، وهي مرسيدس بنز، كانت تستخدم للمراسلات العسكرية في الحرب العالمية الثانية.
هذه السيارة التي سمعنا عنها مرسيدس بنز 500K، لو تخبرنا عنها أكثر، الوحيدة المتبقية في العالم. حاليا نقف بجانب أحد السيارات الثمينة جدا ضمن مجموعة السيارات المعروضة في هذا المتحف، مرسيدس بنز K500 بغرفتها المعروفة بالكورير للطرق السريعة. هذه السيارة المميزة والنادرة تمت صناعتها في عام 1934 للميلاد، ولهذا السبب ولسرعتها الفائقة في زمنها والتي كانت تسير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، كانت تسمى وتلقب بمرسيدس بنز الطرقات السريعة. غرفة هذه السيارة تعرف بكورير الطرق العامة والسريعة، وذكر في وثائق هذه السيارة أنه تم صناعة 6 سيارات من هذا النوع فقط، أي من هذا النوع للغرف، يعني مرسيدس بنز K500 تم صناعة 6 فقط، وهذا النموذج الوحيد المتبقي من هذه الغرف للسيارات في العالم. لديها الكثير من المعجبين حول العالم والكثيرون يودون الحصول عليها. هذه السيارة كانت هدية قدمت من قبل الحكومة الألمانية آنذاك للحكومة الإيرانية، تم الحفاظ عليها ورعايتها في إيران، وهي نوعية مميزة جدا ونادرة لصناعة السيارات الألمانية. وبعد مشاهدة محتويات الصالة الثانية سرنا باتجاه الثالثة، وفيها سيارات الاستقبال والمراسم الرسمية. الصالة الثالثة في هذا المتحف تم تخصيصها للسيارات التي تستخدم في المراسيم والاستقبالات، أي السيارات التي تمت صناعتها للمراسيم والاستقبال. منها نماذج مميزة من مرسيدس بنز 600، ويجب أن تعرفوا أننا نتميز عالميا بامتلاكنا 21 سيارة من نوع مرسيدس بنز 600. نمتلك أثمن وأكبر مجموعة عالميا. لدينا نماذج مميزة ونادرة من سيارات روز رايز، منها فانتوم 3 وفانتوم 4 الواقية للرصاص، روز رايز سيلفر كلاو، وفانتوم 5 التي تم تجهيزها وعرضها في الصالة رقم 3 للزوار. إذن ها هي الصالة الثالثة، هنا يمكنكم مشاهدة سيارات مميزة أيضا، منها رولز رويس فانتوم 4 ضد الرصاص. هذه السيارة بريطانية من إصدار عام 1956، وهي آخر نموذج تم تصنيعه من فئة فانتوم 4 عالميا، وكانت تعد من السيارات الأقوى المستخدمة في المراسم الرسمية والاستقبالات في العالم آنذاك. وجهتنا الآن إلى الصالة الرابعة بعدما شاهدنا سيارات الاستقبال والمراسم القديمة، فما هي أنواع السيارات الجميلة التي سنشاهدها؟ آخر صالة في هذا المتحف، أي الصالة التي نتواجد فيها حاليا والتي تختص بالسيارات الرياضية والسوبر رياضية النادرة والمميزة. هذه السيارة التي تشاهدونها هنا تسمى MBV طهران، وكما تلاحظون يوجد على هذه السيارة 3 علامات تجارية لشركات تصنيع السيارات، مرسيدس بنز وبورشا وفولكس. السبب الرئيسي للتسمية هو هذا، M تعني مرسيدس بنز، B تعني البورشا، و V هي الفولكس.
إنها سيارة MBV طهران. لقد أعدت هذه السيارة بأمر من المستشار الألماني ليتم إهداؤها لإيران. لهذه السيارة مفتاحين أساسيين، أحدهما من الذهب والآخر من الفضة. يقال أن المفتاح الذهبي مخصص للسرعة العالية لدى القيادة، أما الفضي فهو للقيادة العادية. ومن السيارات المميزة الأخرى في هذه المجموعة هي بورش 934، وكانت من أسرع السيارات عالمياً في تلك الفترة، وتسير بسرعة 250 كيلومتر في الساعة. السيارة هذه من إنتاج عام 1975. عمل المختصون طوال السنوات القليلة الماضية على إصلاح معظم هذه الآليات، والبالغ عددها 61، كما عملوا على إعادة تصنيع القطع الأساسية لهياكلها الداخلية والخارجية. نشاهد الآن هذه الصور أثناء تصليح السيارات المتعطلة طبعاً، وكانت في حالة سيئة ربما كما يبدو في هذه الصور. لو تخبرنا أكثر عن أعمال الصيانة. من الأعمال الجيدة التي قمنا بها في هذا المتحف، إضافة إلى عرض السيارات وإيجاد إمكانية مشاهدتها من قبل الزوار في أروقة الدخول والخروج لهذا المتحف، قمنا بتعليق لوحات تحتوي على صور إعادة صيانة السيارات وعملية الصيانة للهيكل الأساسي للسيارات. عندما يقوم الزائر بمشاهدة سيارات الصالة الأولى ويريد الذهاب والانتقال إلى الصالة الثانية، يستطيع مشاهدة عدد من الصور التي تحتوي على عملية صيانة السيارات المعروضة في تلك الصالة. هناك أعمال مختلفة تمت على هذه السيارات، منها من قمنا إصلاح الهيكل الخارجي لها، أيضا تلوين وإعادة طلائها. تشاهدون في اللوحة الوسطى كانت هناك نماذج، تم إصلاح القسم الخشبي الداخلي أي لوح القيادة لها. أيضا نشاهد إعادة إصلاح مقاعد السيارات التي تضررت بشكل كبير، وهنا أيضا قسم لوح قيادة السيارات. الزائر خلال الانتقال والعودة من الصالة الأولى إلى الصالة الثانية يستطيع مشاهدة إعادة بناء هيكل السيارة. وكما تشاهدون أن بعض السيارات كانت تحتاج فقط إلى التنظيف. هذا النموذج مثلا تم تنظيفه فقط، لم يكن هناك أي عملية تصليح أو صيانة، كانت حالة السيارة في مرحلة لا تحتاج إلى صيانة بل فقط التنظيف. لكن لدينا سيارات أخرى تمت صيانتها وتنظيفها وأيضا إعادة طلاؤها وإصلاح الهيكل الخارجي لها. وإضافة إلى هذه اللوحات والصور التي تشاهدونها هنا، قمنا بإنشاء غرف نعرض فيها قطع جانبية وغيار للسيارات، لأن السيارة عادة ما تتشكل من عدة قطع، وأيضا نعرض عدد من إطارات عجلات السيارات المختلفة والتي تكون جميلة جدا، ولوحات الأرقام المتنوعة وأيضا الأضواء المختلفة ليتعرف الزائر على كافة القطاعات والأجزاء المختلفة التي تشكل السيارة.
تشكيل دهندية خودرو آشنا بش. هذا المتحف ليس فقط للسيارات، شاهدنا أيضا الدراجات النارية والعربات. لو تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. مو علاوه بر إضافة إلى 55 سيارة معروضة في 4 صالات في هذا المتحف، قمنا أيضا بتجهيز 4 دراجات نارية يستطيع الزائر الاستمتاع بمشاهدتها. وهناك عربتان ملكيتان تعود الأولى إلى نصر الدين شاه القاجاري، والعربة الثانية تعود إلى مراسيم تتويج الشاه البهلوي الثاني. كما أخبرتكم سابقا أن في الأروقة والممرات لهذا المتحف نقوم بعرض قطع بعض السيارات. القطع التي تشاهدونها هنا ليست لهذه السيارات الموجودة في المتحف، هي تعود لنماذج أخرى والتي أعدت للعرض فقط لتذكير الزائر أن السيارة تتشكل من قطع مختلفة. نشاهد هنا نماذج من أضوية السيارات المختلفة القديمة منها والحديثة، أضوية الدراجات الهوائية والتي هي على شكل مصباح وكانت تعمل بالزيت، وأضوية جديدة وحديثة تعود لسيارات أمريكية. المتحف الذي تتواجدون فيه حاليا بناؤه جديد، وأيضا النموذج المستخدم والإمكانات الموجودة فيه تختلف كثيرا عن البناء والمكان السابق أيضا للسيارات. نحن لدينا استراتيجية الحفاظ على السيارات والحد من التلف الذي تتعرض له، وإضافة إلى ذلك لدينا عدد من السيارات أيضا في المستودع الخاص. سعينا دائما لإعادة صيانة بعضها، ويجب أن أخبركم أن في هذا المتحف تمت إضافة 12 سيارة أكثر من المتحف السابق. يتوافد لهذا المكان الكثير من الزوار على مدار الأسبوع لرؤية مقتنياته الثمينة. الحمد لله، ومنذ إعادة فتح المتحف نشهد الكثير من الترحيب من قبل المواطنين، خاصة في أيام آخر الأسبوع أي الخميس والجمعة، لأنه عادة ما يكون لديهم وقت فراغ أكثر لزيارة المتاحف. نستقبل عدد كبير من الزوار في هذا المتحف، والإحصائيات تشير إلى أننا يومياً لدينا أكثر من 3000 زائر. هذا الإحصاء نظراً إلى ظروف كورونا والإجراءات الوقائية وعدم حضور الناس في الأماكن المزدحمة، برأيي هو رقم جيد جداً. أنت من الزوار هنا في المعرض، كيف شاهدت السيارات القديمة وما هو شعورك اليوم؟ بداية أحييكم وأرحب بكم في هذا المتحف. حقا إن الأجواء هنا مشوقة ومليئة بالبهجة، لأننا نستطيع مشاهدة السيارات القديمة والتي تعود إلى الأزمنة القديمة، وخاصة السيارات التي كان يستخدمها الملوك. أشكر المشرفين على هذا المتحف الذين جمعوا هذه السيارات وأتاحوا لنا فرصة مشاهدتها والاستمتاع بها. بداية أرحب بالمشاهدين، نظرا إلى أنني أعمل في مجال السيارات كانت زيارتي إلى هذا المتحف شيقة. رؤية هذه السيارات المميزة والنادرة شيء ممتع. Did you like this place? Yeah.
نعم، أحببت هذه الأجواء كثيراً. أيضاً التصميم والشكل الداخلي للمتحف جميل، والزائر لا يشعر بالتعب خلال المشاهدة والسير، ويستطيع مشاهدة كافة زوايا المتحف بكل سهولة. أيضاً تم تدوين شرح مجمل ومفيد لكل سيارة للزوار. أتيتم مع الأطفال إلى هذا المكان لرؤية السيارات، ما الغاية من إحضار الأطفال معكم وهل أحببتم هذا المكان؟ أردنا أن يتعرف أولادنا على ذكريات هذا الوطن، أن يتعرفوا على التكنولوجيا التي كانت موجودة في البلاد، وهذا المكان مناسب جدا للتنزه العائلي، خاصة أننا وبسبب كورونا لم نستطع الذهاب إلى أي مكان منذ فترة. هنا يستطيع الأطفال التنزه والتعرف على أشياء جميلة، وتبقى هذه الذكرى الجميلة عالقة في أذهانهم، وأن يتعرفوا على الشخصيات التاريخية التي تعود إليها هذه السيارات. لا يمكن أن يشاهدوا هذه السيارات في مكان آخر أبداً. نعم صحيح، لا يمكن أن يشاهدونها، هي ليست موجودة في مكان آخر. أخبريهم أنت. هذه السيارات ليست موجودة في مكان آخر ليشاهدها الأطفال ويتعرفوا عليها، هذه فرصة جيدة جدا لكي يتعرفوا عليها ويشاهدونها، لأننا أردنا أن نشاهد السيارات، وأيضا لأننا منذ فترة طويلة لم نذهب للمتحف ونستطيع التعرف كثيرا حول الزمن القديم. في هذا المتحف نستطيع أن نتعلم الكثير حول السيارات القديمة، وأن نتعلم الكثير وأن نتعرف على سيارات القدماء، وكيف كانت السيارات التي كانوا يستخدمونها. نعم، أحببنا السيارات، لقد شاهدناها جميعا وأحببناها كلها. ما يميز هذا المتحف بعد إعادة افتتاحه هذا العام هو طريقة عرض السيارات القديمة بعد إجراء التعديلات عليها والإضاءة الجيدة، إضافة إلى الإمكانات وتوفر المعلومات الدقيقة بثلاث لغات وهي العربية والفارسية واللغة الإنجليزية.